استعادت غرفة عمليات فتح حلب سيطرتها أمس الأحد على طريق الكاستيلو الشمالي مدينة حلب بعد هجوم معاكس شنه على مواقع النظام هناك، وذلك بعد ساعات من تقدمها وسيطرتها على أجزاء منه، حيث أعلنت وار إيقاع خسائر في صفوف قوات النظام وميليشياته بالعدة والعتاد. نحن الآن متواجدون على طريق الكاستيلو، طريق الموت، شريان حلب الوحيد، هكذا يسميه الحلبيون، حيث أن النظام ما زال يحاول جاهدا ومدعوما بالقوات والميليشيات الطائفية المساندة له وسلاح الجو الروسي حصار وخنق مدينة حلب وخنق ما يزيد عن 400 ألف مدني في هذه المدينة. قوات نظام روجت في الساعات الماضية بأنها قد تمكنت فعلا من أخذ هذا الطريق وقد تمكنت فعلا من حصار مدينة حلب وإطباق حصارها عليها. لمزيد من التفاصيل ولكي يضعنا بصورة معنا أبو بشير معارة، قائد عمليات حلب، القائد العسكري لعمليات حلب، ليطلعنا عن آخر التطورات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن متواجدين على طريق كاستيلو الذي ادعى النظام الغاشم، النظام الكاذب، عن السيطرة عليه صباح اليوم، الذي جرى اليوم في الصباح الساعة 11 صباحا قام النظام الغاشم بالوصول إلى نقاط الرباط على طريق الملاح في سيارات المدنيين التي تم أسرهم. المدنيين المارة بعد ما أسر المدنيين على الطريق استخدم سياراتهم وصل فيها لنقاط الرباط الموجودة على طريق الملاح وليس طريق الكاستيلو. وبفضل الله تعالى قام الأخوة المقاتلين الأبطال، الأخوة المرابطين، بهجوم معاكس وبتمهيد كثيف، وتم بفضل الله تعالى السيطرة على عدة نقاط، استعادة أغلب النقاط بفضل الله تعالى. الطريق مقطوع بشكل كامل نيرانياً بسبب الاشتباكات، بسبب القصف من الطيران الحربي الروسي الغاشم والمروحي. نطمئن أهلنا داخل مدينة حلب، إن شاء الله تعالى الوضع جيد، وإن شاء الله تعالى ستسمعون أخبار تسركم إن شاء الله. ادعوا لنا واستعينوا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مراسلنا باسل أبو حمزة. باسل، لو تحدثنا بداية عن آخر تطورات المعارك بين الثوار وقوات النظام على طريق الكاستيلو وشمال مدينة حلب على العموم. نعم، مرحبا بك غنى. معارك كر وفر حتى هذه اللحظة بين الثوار وقوات النظام التي استطاعت بالأمس التسلل والسيطرة على نقطتين للثوار في محيط طريق الكاستيلو طبعا وقطعه بشكل كامل. استعاد الثوار زمام مبادرة المعركة وتمكنوا من دحر تلك القوات وقتل أكثر من 75 عنصرا من قوات النظام والميليشيات المساندة له. طبعا هذه المعارك كانت بالتزامن مع القصف الروسي العنيف وأيضا الطيران السوري الذي لم يهدأ في سماء تلك المنطقة بعشرات الغارات وأيضا مئات القذائف المدفعية. طبعا كما قلت لك غناء، كبيرة وتدمير عدة آليات لهم. طبعا هذه المعارك أيضا بالتزامن مع معارك تجري بمحيط حي الخالدية وأيضا معامل نظام مدعومة بتلك الميليشيات الشيعية هجوما عنيفا على تلك المنطقة أيضا، واستطاع الثوار أيضا تكبيدهم خسائر كبيرة بالعدة والعتاد. طيب باسل، بالنسبة للمناطق التي استهدفت بالقصف في مدينة حلب وريفها، يعني ما هي هذه المناطق وما هي حصيلة ضحايا القصف تقريبا؟ غنى، محيط طريق الكاستيلو بشكل عام في ريف مدينة حلب وأطرافها الشرقية تعرضت للقصف العنيف، أيضا منها كفر حمراء التي لم يهدأ القصف عليها بالقنابل العنقودية والفراغية طبعا والقذائف، وأيضا مدينة عنادان وحيان وحريتان كلها تعرضت لقصف عنيف، وأيضا مخيم حندرات ومنطقة الجندول وطريق الكاستيلو بالذات. طبعا بمدينة حلب اليوم منذ الصباح الطيران الحربي في أجواء مدينة حلب يستهدف حي الميسر حتى هذه اللحظة بثمانية غارات
أدى لاستشهاد رجل وجرح آخرين، فضلا عن الدمار الكبير الذي حل بممتلكات المدنيين. طيب باسل، كيف تبدو أوضاع المدنيين في مدينة حلب مع دخول الحصار على المدينة يومه 11؟ غنى مرارة العيش في حلب تزداد شيئا فشيئا مع ازدياد وتيرة القصف طبعا ومحاولات تضييق الخناق من قبل قوات النظام على المدنيين المتواجدين في مدينة حلب طبعا، ومحاولة أو قتل المدنيين الذين يخرجون من المدينة طبعا. القصف لا يهدأ على المدينة، والمزيد من القتل والتهجير بأهالي مدينة حلب. بالنسبة للأسواق غنى، حتى هذه اللحظة لا يوجد هذا الغلاء الكبير بالأسعار بسبب تشكيل لجان لضبط الأسعار ولمحاسبة التجار في أسواق مدينة حلب الذين يحاولون احتكار المواد الغذائية عن أهالي مدينة حلب. طبعا أهالي المدينة رغم ما يجري بمدينتهم من قصف وتدمير وقتل، ما زالوا متمسكين بمدينتهم وبتراب المدينة طبعا، رغم ما يجري على أطرافها من معارك ورغم القصف الذي يخلف وراءه العشرات منهم بين شهيد ومصاب. نعم، شكرا لك باسل أبو حمزة مراسلنا من حلب.